تابعوني وديروا اللايكات وكنشكركم بزاف لان بزاف ديال المشاهدين في التعليقات عطاوني وصفات ليهم زوينين عارفكم كتبغيوني فهذا خطكم عليا وبغيتكم تشجعوني عاوتاني كتوصل مستر شاف صافي دابا هي الشاف غير هو الشاف صافي واش المشاهدين ديالي وليدا كي جات الطبله ديال حصه الطبله ديال حصه العروسه ديالي الصغيره برعه المشاهدين ديالنا العزاز كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا هذا النهار وصلات نوتي شفتوا شو راشد دات لكم بقيت انا امي دابا ان شاء الله ربي يسلكها على خير ان شاء الله يا ربي وكما كتشوفوا معايا هذا النهار الحمد لله كلشي معاوني وكلشي واقف معايا في الكوزينه ماما تا هي واقفه معايا معاوني انت اي اسمك الله انسيبه العزيزه انسيبه لاباس عليك السلام عليكم المشاهدين كي دايرين هانتوما دابا حصه ان شاء الله يا ربي واش تربح المسابقه ضروري دابا الحاجه اللي لاحظتها تيتي شو رشيده هي المسابقه ان شاء الله يا ربي ما غاديش نحاولوا نربحوا غير وحده غنجيبوا واحد هديه قاسمي لا والله شوفي ما غتخصبوش حنا حتى انا ما نعطيوها لكمش هديه ماليه غنجيبوا لكم هدايا المهم نقول لكمش الهدايا كي غيكونوا هديه اكبر من هديه بشويه ما عندوش بلا تكون تمييز غير هذه قدام هذه المهم كلشي ياخذ هذه كلشي ياخذ الله يجازيك بخير اختي رشيده وحصه هذا النهار ان شاء الله يا ربي الفطور الثاني ديال عرسات ام حليمه الفطور الرابع ديال رمضان الرابع ولكن الثاني في الربحه الثاني في الربحه ديال عرسات وباقي مويه ومازال امي حتى هي وبر الحجوله غيدخلوا في الخط راه مشاو تقداو جابوا داك الشيء تقليه ديال حقه وطريقه وداك الشيء غيكون واعر واعر بزاف دابا ان شاء الله نقدمكم الاطباق اللي ولدت نتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا هنا درت شويه ديال اللدان تبارك الله على المدام اي اي شربت البات بالليل عندي الخطيبات لعمي يعطيك الصحه وصافي ما عندي ما نساليك ان شاء الله عندي الخبيزات معمرين مخمرات اها شنو اللي فيهم فيهم لدان شويه ديال البصله الفلفله شويه ديال المعدنوس وخزو محكوك والزيتون مقطع شويه ديال الكمون والابزار هنا العطريه ديال لاداند وسميتو الخرقوم هنا عندي التحميره والملحه وهنا عندي شويه ديال الهريسه الله يعطيك الصحه هنا عندي واحد الكراطان ديال لازانيا اييه سيدي ان شاء الله دابا نقدم لكم دابا بلا ما نطول عليكم ان شاء الله ماشي مشكل طولي عليهم حصه المتتبعين ديالك المشاهدين هنا عندي الورقه ديال لازانيا اييه هنا عندي الفلفله خضراء أيه. هنا عندي شويه ديال الكفته مقومه هنا عندي المعدنوس الفلفله حمراء وعندي هنا البصله غنشحر شويه هاد الخضريره ديالي عاد غنزيد عليها الكفته مع شويه ديال الابزار والملحه والزيت باش النسمه ديال الخضره وهاد لاصوص ديالي تبقى ما تمشيش ما تغبرش هذا هو الطبق الرئيسي داعم الشوا هاد النهار ان شاء الله يا ربي الله يعطيك الصحه دي حصاصه هادي الاول عرفتي دابا الا جينا نديرو الرول الخرعه ديال البول حشو تيبان لي حصه هي اللي غاتديها لا خويا انا نمشي فيها ربي انا نمشي نذبح ويلي مرحبا رشيده نديرو لومو الفاف ونديرو الكرشه والرزق هذا كلشي يكون مخلط ضربه وحده النيت ان شاء الله غندير واحد التحليه ديالي باقي ما وجدتهاش كلشي ان شاء الله تنشارك معكم المقادير والتفاصيل من بعد ما نحيد هذا الشيء ان شاء الله وهنا عندي المقادير ديال الخمره ديالي معمرين شويه ديال الفورص وشويه ديال الفينو شويه ديال الخميره ديال الدار شويه ديال الملحه وشويه ديال السنيده فقط باش يتحمر ما شاء الله اختي رشيده غتعجن لي العجين نعطيهم الكلمات البنات ما نخليوش نبغي انا بزاف واختي تيش غتقطع لي لدان وانا ان شاء الله غنملح الشوا ديالي وغنديرو التخوار الله يعطيك الصحه ديال مدام وصافي مدام ما نخافش عليك لا والو واش كتقولي للمتتبعين ديالك يديروا لك جيم 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 المشاهدين ديالي شجعوني ويديروا اللايكات وكنشكرهم بزاف لان بزاف ديال المشاهدين في التعليق عطاوني وصفات ليهم زوينين عارفكم كتبغيوني فهذا خطكم عليا وبغيتكم تشجعوني عاوتاني كتوصل رشيده شحال وصلتي ديال اللايك انت دابا انت حبسناك المسابقه مع 12 النهار شحال وصلتي؟ 36 و762 وانت جاتي شحال واصله دابا حاليا؟ انا والله ما شفت انا راه طالقه التليفون والله ما شفت والله العظيم التليفون ديالك قريب 16 وصلتي شوف عطيو جاتي التليفون ديالها شوف واش غادا ولا ما غاداش واش غتقرب ولا ما تقربش بعدا واحد على فكره اخويا الحسن بغيت نقول للمتتبعين شكرا لكم بزاف 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 يعني بزاف المتتبعين اللي شكروا الفطور وهذا عجبهم شكرا لهم وربي يخليهم لينا راه بلا بهم حتى حاجه ما كاينه
وحنا ديما كنحاولوا ما امكن انا نقدموا لكم شي حاجه اللي هي في جديده ان شاء الله ونشاهدوا بها ان شاء الله يعني. والحمد لله راح تنبقاو خوت وحباب وما كاين لا غيره لا حتى حاجه بتاتا. والله الله يخليكم على راس ام حليمه وكتعطي واحد المثال حي للعريسات والعبوزه. عطيني الاشار معلم خليني الاشار يدير شنو الاشار يا الله سير الله باش نشوف دابا 17000 شوف 17000 اي هذا مكسير يا تيتيش 17000 لايك قضيه زيره صافي هي احسن لا كيما الفيديو غادي مزيان ياك الحمد لله. ودابا غادي نخليو حفصه كتصايب الشوه ديالها كتملحو هنا فرشو ديال البصله هي الاولى ودرت عليها شويه ديال المعدنوس وعاودت البصله باش طلع لي ديك البنه فيها. الله يعطيك الصحه المدام وغادي نجيو عند اختي رشيده اكيد ديما فيها طلب المساعده رشيده. هنا عرفنا الحب ديال المتتبعين ديالنا لينا كنشكروهم بزاف بزاف سواء ربح اي وحده ربحات فيها ما عندناش المشكل اللي اهم هو انك ملي كتدخل لي كومونتير كلهم زوينين حتى وحده والاكسيليتيوك حنا ديما مع رشيده وحصا وتيتيش حنا ما عندناش مشكل وكيما كتبغيونا حتى حنا كنبغيوكم وحنا عند نتمنى نكونوا ديما عند حسن الظن ديالكم وما نخيبوكمش. شكرا عاوتاني للرياضه ديالي اللي كانوا فكرتينا ماشي داك قالت لي ماشي ماشي بركنا تبارك الله شجعك وحتى يعطي واحد ديكاس من هنا تحيه لبركنا كاملين في ما كانوا. تحيه لكم كبيره فرحتوني بلي كومونتير قريتهم قبيله صراحه فرحت بزاف والله العظيم حيت بزاف تيتيش اول مره كيعرفوا تيتيش باللي بركانيه تلاقيت ذكري فهكا في لي فيديو ديالك باللي راه الاصول الحقيقيه راهي بركانيه وكنشكروا المغاربه ديالنا وكلهم من طنجه حتى للقويره اللي كيشجعونا اكيد راه بزاف اللي تيقول لي يعني بلا قياس انا راه ماشي ريفيه ولا نيني راك عزيزه عليا وكنشجعوكم كلكم ذاك الحب اللي كتعطيو بيناتكم وبين ام حليمه شكرا لكم بزاف. الله يحفظك اختي رشيده نسيبه فاش تعاوني حصاد النهار هذا نسيبه غتعجني ولا شنو غديري راه نسيبه عندها واحد الخبز ناضي والله العظيم اقول لكم هذه والله تكون احسن انا نسيت شكون انت انت اللي قلت ماما غادي نسيب الريحه كنسيبها صافي لا ماما مشيتي تقلتي وانت سام سكينة راه سيرتنا تشد ريان راه لي في البيت عيان شي شويه مريضه من الحلق ديالها وتحياتي ليها نسيبها عاوني حصاد النهار باش نربحوها شوفي الله بيدي ديال نسيبها ولا لا يخطيك غاتجي عند ام حليمه راه كتصيب من هنا لهنا انا تنصاوب اشوف وليداتي انا ما عرفاش غيطيحوا اي ام حليمه شنو بالك ام حليمه شنو توجدي ان شاء الله غدا ان شاء الله مي كل خير غنوجدوا لوليداتي ويشجعوني وليداتي فين ما كان والله يا كاس دابا انا وحفصه كتقول لي غنتفرج في هذا الفيديو غنشوف هذه قالت لي دول قالت لي دولت لنا الروينه في الدار من الرايه والله ولدي هذاك الشيء اللي كاين والله يعطيكم رضا وليداتنا والله يسهل عليكم والله يدوز عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر امين ام حليمه امين ياش ام حليمه واش غدا ان شاء الله واش داو وليداتي ما غاتوجدوا معاك والوالده دابا انت غتحاولي تحافظي على الطقوس ديالك القدام ان شاء الله غتبقى ان شاء الله يا ربي في داكشي القديم اللي كتفطروا به والله باينو الحبيب ديالي انا داكشي اللي دانجو دابا البنات يبوك هادي ها الكرطان ها هادي ها طاطاشي منا المشواها انا وليداتي ما غنقول لكم على داكشي القديم ويلي ما غنقول هذيك الساعه الجمهور المتتبعين ديال المحب والله الا تهينا الشهوات القدام اللي كنتو كديروا نتوما كوالدين صراحه راه ما كاينش بحال ايوا شنو بدي ايام القد نتي راح نزلو داكشي ديالكم القديم راه احسن حاجه الوالده انتما وليدها والوالده حتى كاينه في الموعد كاينه مي كاينه بحال العاده انا كنت نعقل عليك الفطور كانت وجدنا حنا مع الربع د العشيه على خوتي ودي لي معرب والله العادي الحريره طايبه كلشي واجد الوالده عاوتاني ما كانتش عاوتاني بحالك القشده الطاريه لا لا الكارطايا الوالده تشوف التواشه هنايا خدام هذيك كانش هادشي ولدي ام حليمه غتكون في الموعد واخا هكاك ان شاء الله غتكون حاضره نظره ونعرفك الوالده قاده والله الا عرفك والله باينو غادي نكون مع وليداتي ان شاء الله وتبارك الحجوي غيعاونك هو اللي غيعاوني انا وهي غيكون بجنبي ان شاء الله دابا بغينا زعما ندوزوك انت عاد نجيبو بار الحجوي في المرحله الجوجه المهم شوفوا ماشي مشكل انت غنعطيكم في المرحله الاولى يعاونك يلاه وليداتي في المرحله الجوجه يعاونك ان شاء الله باينو داكشي اللي كاين ان شاء الله نشجعو ام حليمه ونعرفو عليها ام حليمه بس تسعوا صغار عريضه وخليوا لي انا انت ام حليمه
ايوا الله يرضي عليكم والله يسهل عليكم والله يسبقكم في الجنة وليداتي ان شاء الله يا ربي. امين امين. ام حليمة ماستر شاف حفصة وي الشاف دابا يقول لك بنات وي الشاف دابا وي الشاف ياك ديالي الحسن لان عاوني بزاف الافكار صراحه عطاني بزاف الافكار وانا الصباح بكري مشى جاب لي الحمزه صدقوني والله انا معاكم ما كاينش المشكل شي جيت سخار غير سخروني انا معاكم نجمع معاكم نصيق معاكم نغد معاكم الموال والله ما كاين المشكل بتاتا امين امين ولاد محلي ما كاملين صراحه كيعاونونا يعني ما كاينش اللي كيخسرنا الخاطر اصلا مسكين راه ما كاينش ياسر تيمشي شي عاون الوالد بعض المرات تيمشي يجيب له الخدامه ويدي عاد حتى تيمشي هكا للخدمه تيجيبوا المقله من البعد وماشي مشكل ما تيهمش الامر اللي كان تبارك الله صراحه مع سلامه الشيء اللي كاين اختي رشيده ما ولف كل عام في رمضان كيكون الحرب الزريعه ديال البصره واللوز والبنه ويرجع يكون عوينهم ويرجع معنا الصباح دابا غادي نبقاو في اطار المنافسه المنافسه تيتيش راه كيتكتبوا لنا لايك رشيده حددناهم لا تقريبا على ما يقارب 37 الف المصيبه واقفه حدا حفصه المهمه حليمه كتوجد غدا ان شاء الله يا ربي كتبريباري با محمد فين غمشى حسن فين راه غتكتشفوا كلشي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي واحد الجلسه زوينه وما غادي يرجع ان شاء الله نشدكم بعض اللقطات وكما تفاهمنا انا الاول اختي رشيده راه واجده اختي تيش واجده وحتى نسيبه العزيزه واجده والمدام ان شاء الله وما نقول لكم ضروري نقول للمشاهدين ديالنا خليكم معنا ان شاء الله حتى نشاركوا معكم بزاف د الحوايج وبقاو معنا يلا خليكم معنا يلا وليدات شوفوا معايا من بعد ما شحرت الخضره ديال لازانيا ديالي عطيتليش تحكوا لي الموتزاريلا باش تعطيني هذيك التعليقه ان شاء الله يعطيك الصحه بشاميل الله يعطيك الصحه احسن هي باش خلاص الدراكه تاع قاعده ايلي ويلي ويلي هادشي غزاله لا بروح شحرت الخضره ديالي هادشي كله الحداقه كامله في المدام عندي ولا ما فراسيش اش كانت لاباس تصايبي تما تيتيش اش تصايبي حصه تما الخضره ديال لازانيا الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء مع شويه ديال البزار والملحه والزيت دابا غنزيد عليها الكفته كامله هذيك الكفته اللي تجي كتب معلكه صافي باش تجي معلكه وتجي كلها ما داخل الكفته دابا ان شاء الله غنخلط ما بين هاد المكونات ديالي والكفته وبعد غنزيد لاصوص ديال المطيشه ديالي ان شاء الله وخليكم معايا شاطر نوريكم الطريقه ديال التقديم كيفاش غنوريها ان شاء الله يا ربي ونفور حصه داكشي طيب هنايا انا الفور ديالي كيطيب راه بدا كيطلع تبارك الله الله يعطيك الصحه معنا ان شاء الله يا ربي وكما كتشوف دابا خلاص سيتي شهيا كتصايب هنايا الفرماج كتحكو لا الفرماج باش تعطي هذيك التعليقه في الموتزاريلا الله يعطيكم الصحه صافي غادي نجينا عند رشيده وهي خلاص ناعسه وهي قالت لهم رشيده غادي نعس باش غدا ان شاء الله نكون حادقه اه ام حليمه غدا باش تنوضي الناس حادقه اه بدا المحاوله ديال اليوم غدا نوض بكري ان شاء الله صافي ام مفتاح الله يستر عليكم اولادي ومعاك عليكم امين ام امين رشيده اي صحه راح الماكينه بس يقول لكم واش نديروا الماكينه شنو واش الماكينه ديال العصر قلت لهم انا راه كل شهر كنمشي كنشري وحده كيضيعوا المتابعين ديالنا اللي عارف شي ماركه زوينه اللي هي كتصبر يوريها لنا قسما بالله الا كل شهر كنمشي شي وحده كتبغي هذه راه قلت راني شريتها غاليه 6000 ريال ربما تصدق وما نعرف والله ودي واش ديال السي انس هو تيعاونونا ارتاحي يا امي امشي غير ارتاحي وتا نسي بركه تعاوننا حصه راه كتنقي لها مطيشه وداك الشيء او خلاص تيتيش راه في الموعد دي مسكينه خلاص مسجل الحضور عندنا حصه صغيره ضروري احنا ما عندناش نكون باكيله انت رشيده والمدام العزيزه شو داك الشيء كي جاي دابا ايلي ويلي ويلي اسيدي سداتي بيك صح اسيدي سداتي بيك صح هذا هذا لا سداتي بيك يعني اختبرنا اختبر حتى المشاهدين دابا عرفنا المشاهدين شحال كيبغيونا وحتى حنا في الحداقه ديالنا الله يعطيك الصحه يا ودي حفصه وصافي ما ديما تساليك ويبقاو معنا ان شاء الله يا ربي مازال غيكون داك الشيء راه حقو طريقو مع المدام ان شاء الله يلا خليكم معنا شوفوا معايا دابا غنصايب الغطان ديال لازانيا ديالي دابا ان شاء الله فرشت هنا بيشاميل ان شاء الله غندير هاد الورقه ديال لازانيا غنستفها وغندير فوقها لاصوص وغنبقى هكا هكاك غادا تبقى ديال لازانيا وتبقى ديال لاصوص تنكمل ان شاء الله ان شاء الله يلا يبقاو معنا ان شاء الله يا ربي باش تشوفوا الطريقه كامله وانتم معنا
درت الكراطان ديالي دابا غندير الفرماج الاحمر من الفوق باش نعطي هذيك التعليقه وغيجي محمر ان شاء الله. مفرشت البيشاميل عاد غندير عليها الفرماج دابا ان شاء الله غندير في الفران درجه 100-150 هكا ان شاء الله يا ربي باش تحمر لينا وان شاء الله خليكم معنا حتى تشوفوا الشكل ديالها النهائي. دابا دزري غير الفرماج حصايا يا فرماج الاحمر شهيتينا وحنا جايين حصا صح ياك ما يلاه شهيتينا قسما بالله الا شهيتينا ان شاء الله. المهم نتمنى تقبلوا عليا ان شاء الله يا ربي وصافي. لا لا شتي تبارك الله دابا غادي دير الفران درجه تقريبا 100 درجه الحراره 150 هكا ان شاء الله 150 ويبقاو معنا ان شاء الله يا ربي الشكل النهائي واطبق ديالي الاخرين على مولانا. قلت لك وليداتي غدينا غصوتوا عليا قديت ما قديت المهم ما تخرجونيش كاين والوليده دابا عرفت اليوم ها الفريز والبنان ها اللعبات هذه من هذه اللي كاين ولدي داكشي مشكل ومعدل ياك والله العظيم واش الوليده تبان انت غدا غديري بحال هادشي ولا شنو؟ ما نعرف اودي من الغدا ان شاء الله يحضر الله لا واش ديري هاد الفرماج تخربيق غادي ديري داكشي ديالك ايوا غادي داكشي ديالي هذاكشي بلدي ديال زمان هذاكشي الفائده غير شغل هذاكشي خاصه هذه ما تسالي ايوا انتما كيما قلت لكم وليداتي الله يرضي عليكم وتكونوا واقفين بجنبين وتكونوا معايا والله يرضي عليكم انتما تكونوا بجنبين ان شاء الله الله يعطيك الصحه ويكون غير الخير اولدي ما يكون غير الخير ان شاء الله داكشي يكون بلدي طبيعي لحقوا طريقكم طبيعي بلدي ان شاء الله وغادي يشوفوا وليداتي بعويناتهم ان شاء الله علاش تبداي ان شاء الله سبحان الله شنو خص ايوا قال اش هذيك العشره ولا نحضر اسمع اللي وقع لي صعطاني الله يعطيك الصحة الهيدا صاحبي باش تكون واجدة غادي بغا غادي نرجعو عند حصة تخافت عليا انت يا ام حليمة حصة قضية زيارة لا 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 علاش غير ذاك النجاح اش ندير دابا اش ندير بحصة في التحلية دابا ان شاء الله الا بغاو المشاهدين ديالنا نشاركها معاهم علاش لا جبت الكويسات ديالي شويه ديال كاطو عادي ديال الحانوت وذقت انا شويه الفراج بالجنيبات ها انتما باش كيعطي ديك المنظر هكا برا ديال الكاس الله يعطيك الصحه صح ان شاء الله يا ربي هذا الفراج وهذا البنان اللي قطعت هنا وداك البلون اللي وجدت ان شاء الله يا ربي ونديرو في الثلاجه ان شاء الله يبرد وفي التالي نشارك معكم النهائي النهائي انا وليداتي راه داكشي بلا زواق بلا والو ما كاينش زواق لا والو داكشي ديالي زعما تزوقي الفريز وتخوي عليه هادي وديري كاطا من تحت هذاك الشيء واخا تخير حفصه تزوق لك انا غنجيبها لك والويدا وماشي بعيد والله العظيم متشبعين دابا راه غادي المهم شنو باغيين شنو باغيين قالك من هنا يطيب التريد شوف ربي ما يريد الله يرحم الوالدين الله يجازيك هذه هي الزياره صح ان شاء الله واش بالك رشيده واش العرايفات واش العبوزه هي اللي غتجيبها فيهم ان شاء الله اه دابا واخا الزواق وهادشي كامل راه ما تصورش فين غيكون والله العظيم شكون اللي غيديها ما نعرف الانسان كيتبع الاكل الصحي راه داكشي اللي غدير هي راه صحي 100% صحي يا ولدي ما فيهش دابا انت الوالده باللي دابا البنات كل ليله كانت يخمو تيكتبوا لي شي في الورقه وصرا تسخر عليهم دابا انت هاد الليله انت باش كتخمي وغدا تعطيها شي في الورقه انا داكشي عايش هي كتخمم حاجه اخرى خاصها تمشي لذاك الجبل هذا الجبل ولا هذا الجبل وما خاص ما نلقاهاش مدينه اه صافي انا ان شاء الله غادي تبدلها غادي ان شاء الله الشاب ديالك وسيرج راه كاين انا داك الشيء انا صافي ياكلوا لي وكانوا وليدي لا كان شي فوق كان شي دير والو قلنا شي مرسيطه شي خزوط المهم واش شنو ما خسر بلا ما تحرق المحمار يا حبيبي زوين 100% ان شاء الله يا ربي صافي الوالده ان شاء الله ترجعوا بك لذاك الزمان الجميل ان شاء الله وليداتي ايوا باش عشت يا ولدي زمان وانتم داكشي اللي كاين وليداتي ايوا كان لا عصير لا يديك ولا يخليك داكشي اللي كاين الله يخليك علينا الخبز ديال الشعير بالزيت البلديه وتبارك الله كانوا حنكم عمر بحاله هذه غيطه والله العظيم هي ورفيسه والله الا الوجه ديالها معكر منهم ايوا دابا الحمد لله ولدي دابا عاوتاني ولاو ها الطيابات وهذا الخير هذا الشيء ما كانش بوقتكم الوالد ابدا انا ولدي صافي الا سمعنا العصير يشربوا غير شي واحد الا بس هذا هو 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 هذا ه
والله قسم دابا المهم هذا الكوشه ديال حصام هذا مزوقين كاملين بهذا الشكل هذا وهي كدير التحليه ديالها كنحركها باش تقاد لي ان شاء الله ونخليكم معها حتى في الشكل النهائي. الله يعطيك الصحه ديال مدام بارك الله فيك. الله يخطك. الله يخطك المدام. ونتمنى المشاهدين ديالنا كما كتشوفوا معنا دابا غنصايب المخيمرات ديالي ان شاء الله يا ربي. وتجيش كتصايب الفلان كتصايب الدريساج. الله يعطيك الصحه وصافي. ونتمنى يعجبهم ان شاء الله. والله تيتي شي خصكم شي ريستون اللي تكون السميه ديال عريسه ام حليمه. والله هادشي اللي خصها قسما بالله الا شي اللي تكون يا سلام. والله لا لا شي يا سلام قسما بالله. وخلاص هادشي هذا هادو القطيبه ديال لدان اللي درنا ان شاء الله مع شويه الفلفله وفلفله حمراء وخضراء وشويه ديال البصله. هذه العماره ديال المخمره ديالي اللي وريتكم. هذيك هذيك الخضره ديالي اللي صايب باش نرافق بها اللحم ان شاء الله. انا عندي بطاطا وشي مسلوقه ومصايبه وشي فلفله. عندي هنا الرز والبربا. انا هنا مقرونيه باش نبدل النكهه ديال المايونيز وداك الشيء درتها بلاصوص وشويه الزعتر والطون. وهنا عندي وهذا لا 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 هذاك شاطر مره اخرى ان شاء الله. وهذا الخيار مطيشه وصافي. هذا الشيء اللي كاين. واش دابا كرشيده احصا دخلت المنافسه بجدها. والله الا في المستوى والله لا لا شخصات الكوزينه شخصات رشيده بفضلكم انتم صراحه عندكم بزاف ديال الحوايج. والله لا البنات اللي في السن ديال حفصه انهم كيدخلوا الكوزينه ما كنعرفش شحال من وحده يعني في السن حفصه مازال يعني بزاف الحوايج باش يكونوا شافين هادشي كاع. اكيد حتى الطبخ فن سبحان الله العظيم. كتعجبني الكوزينه هذه ما كندخل مع البنات الكوزينه وكيعجبني نبقشاش ونعرف ونشوف. الا ما كانش فارينا ما عمرني تعلم. الله يعطيكم الصحه وصافي. دابا شنو بقى لنا مستر شاف؟ صافي دابا هي الشاف غيقول لك هو الشاف. صافي الشاف شنو بقى لنا الشاف دابا؟ دابا ان شاء الله غنعمر المخيمرات ديالي ان شاء الله يا ربي وغنطيب الكغاطان ديالي حيت ما طيبتوش حيت ما بغيتوش يبرد يقرب المغرب ان شاء الله وغنطيبو. ودابا معليكم ان شاء الله تشوفوا غير الطريقه ديال العمارة كيفاش غنعمر الخيمه. انا عمر المخيمرات ديالي والشكل النهائي ديال الطبله ديالي ان شاء الله يا ربي. ونتمنى تقبلوا عليا وتشجعوني بليجي. شحال وصلتي شحال وصلتي دابا؟ 25000 فقيره ما عرفتيش. 25000 جيم واصله دابا حاليا تقريبا 6 سوايع. الباحصه لنا رشيده 37000 ولا 36000 شي حاجه. والله عرفتي هو قسم بالله لا حتى مره ما دخلت. المهم دابا هذا ما كل دقيقه نقلنا غير غدا مع 12 شو تي شنو جابت. وغادي نلوحوا لا فيديو ان شاء الله ديال حصات نشوف شنو جاب. ومازال ام وحده ما جاي جهدا الله يعطيها الصحه صافي. اكيد الاعشاب الطبيعيه علينا خاصها تروح شويه باش غدا صافي. طول هي هذيك الناس. يلاه بقاو معنا المتتبعين تنشوفوا ان شاء الله العماره ديال حفوصه مدامتي وان شاء الله يا ربي غنشوف التقديم النهائي مع العائله ان شاء الله يا ربي. وتبارك الله عليكم. هو الغطاء ديالي على هذا الشكل هذا. دابا الطبق الاول وان شاء الله غنكملوا الاطباق الثانيين ديالي الثاني والثالث. المهم ننتظروا الطبق كيف كتشوفوا معنا راه المغرب تنادينا. يا سلام. الخمره ديالي الصراحه ما سمحوا لي ما شاركتهمش معكم في العماره باش علينا الحال دغيا زربت عليهم. ودابا قولوا عليا هذا هما الطيبات ديالنا اكيد. الله يعطيك الصحه ديال حسن الشيخ زاد. وايلي انا درت 25 قطيب وبلا اللي باقي. الله يعطيكم الصحه وصافي. حصه جيب داك الشيء واش حصه هنا صافي. زيد 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 حصه زيد حصه زيد حصه. لا لا غير سيري زيد حصه زيد حصه. حصه الطبق ديالها هادشي غزال هادشي تبارك الله. سيدي ما بقينا فاهمين دابا تنقولوا كل مرة تنقولوا وحدة غتدير المسابقة. ياك حسن علاش حسن؟ بغيت هي تدير المسابقة. صافي يا سيدي ديال الدار زعما كلشي مع حصاصة. صافي صافي شوف اشوف
غير ستوب لي لاك ديالي وديال تيتي. لا 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 هاد المجمع اللي حنا فيه الحمد لله يا ربي وهاد الضحك اللي حنا فيه الله يخلينا ديما هكا يا ربي مجموعين ونتمنى مالين الدار يقبلوا عليا ويشجعوا المشاهدين دياولي. والده كي جات في الطبله ديال حصه الطبله ديال حصه العروسه ديالي الصغيره مبرعه. الله يعطيها الصحه والده الصاي الله ديما نقول الله يعطيكم الصحه وصحتكم وراحتكم في هاد الاجواء غادي نقول لهم حصه مع السلامه. السلام عليكم.